من أراد أن يحج عن قريب له هل هناك شروط معينة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يشترط في من يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أن يكون هو قد حج عن نفسه أولا واعتمر عن نفسه أولا. إذا كان يريد العمرة فيشترط أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا، وإن كان يريد أن يحج عن غيره فيشترط أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أولا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلدي عن آخر فقال له هل حجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن هذا الشخص الذي سماه. دل هذا على أنه يشترط النيابة في الحج أن يكون النائب قد أدى الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه، يعني أدى النسك الذي مال فيها عن غيره أداه أولا عن نفسه. ويشترط كذلك الإخلاص في النية لأداء الحج والعمرة عن الغير، وأن لا يكون مقصود الإنسان الطمع الذي يأخذه في سفره الحج أو العمرة، بل يكون قصده أداء العبادة والتقرب إلى الله ونفع فيه المسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.